الهيباتايتس الالتهاب الكبد الحاد. لكن قبل ما هقول الموضوع بتاع الاكوت هيباتايتس لازم اديلكم كلكم الاول فكره من غيرها ما نفهمش اي حاجه في الليفر اللي حاسه النهارده عن البيلي ريزيستنس. ركزوا معايا لان فهم البيلي ريزيستنس ده مهم جدا عشان نفهم اللي جاي النهارده. بتاعت البيلي ريزيستنس دي موجوده عندكم في الكتاب في كذا حته، موجوده مع الرسمه بتاعت النكروسس في الاخر او في الورق اللي انتوا واخدينه النهارده من بره ده في ثاني صفحه. خليكم معايا تابعوا البيلي ريزيستنس لانه من غير ما نفهم البيلي ريزيستنس هيبقى عندنا طلاسم كتير قوي. بصوا كده معايا، ده ليفر لوبيول وده السنترال فين بتاعه، وانا راسم بس وان بليت اوف ليفر سيلز. طبعا انا عندي ان الرسمه دي متكرر كتير قوي. لو بصينا كده على الليفر سيلز، بين كل اتنين ادجيسنت ليفر سيلز، يعني ادي واحده وادي الثانيه، في القناه الخضراء دي اللي بيسموها بايل كاناليكوس، وبين الليفر سيل الثانيه والثالثه انذر سبيس اسمه بايل كاناليكوس. ده ليه؟ لان كل ليفر سيل بتسكريت بايل بتنزله هنا، ودي بتسكريت بايل بتنزله هنا. البايل كاناليكولاي دول اناتومي بتاع البيلير سيستم، ده بقول دي حاجات كتير جدا مش هتتفهم من غير ديس اناتومي. مره ثانيه بقول انه each liver lobule عبارة عن central vein radiating منها cord of liver cells. انا راسم cord واحد او plate واحد، البليت ده كل اثنين adjacent liver cells بينهم قناة اسمها bile canaliculus، فادي واحدة ودي التانية طبعا اختصارا للرسمة، وكل liver cell بتسكريت البايل بتاعها into this canaliculus. الكاناليكولاي دول على الاتش بتاع الليفر كورد ده بيعملوا سمول باكتيو صغيرة قوي، تطلع عند الليميتنج بليت عند الفريم ورك دي جوين السمول بايل داكت اللي هي دي، وبعدين السمول بايل داكت تفتح كلها وتعمل لارج بايل داكت اللي بتبقى موجوده في البورتال تراك، حيث ده يبقى كده المنظر ده كده، يبقى ده هنا ده البورتال تراك كده، ودي اللارج بايل داكت اللي احنا بنشوف الكروس سكشن بتاعها. وبعدين كل اللارج بايل داكت تفتح وتعمل حاجه اسمها هيباتيك داكت، واحده من الليفت واحده من الرايت دروبز، يعملوا بعديها كومن هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بتاعت الجول بلادر، يعملوا كومن بايل داكت. ده ما يهمنيش، اللي يهمني الفهم هو الحته الفوقانيه. البيلر سيستم ده مهم جدا 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 لفهم الامراض بتاعت الكبد اللي هنقولها كلها النهارده. انا عايز اركز معاكم على نقطه مهمه جدا جدا في الرسمه دي، لانها بعد كده مش هتتفهم. لو تخيلنا ان الليفر سيلز دي حصل لها نكروسز، وركزوا معايا تماما في النقطه دي لان this is very important. تخيلوا كده معايا ان انا اصلا هكبر لكم اثنين ليفر سيلز، هم ادي ليفر سيل وادي الثانيه، ودول مكبرين جدا بينهم هنا كده القناه دي كده اسمها بايل كاناليكوس، وادي ليفر سيل بالنيوكليس وادي الثانيه. This is الماجنيفيكيشن بتاع دي. انتوا عارفين لما بيحصل نكروس في الليفر سيل او في اي سيل الخلايا لما بيحصل نكروس بتشريك ولا بتولي؟ بتولي. فلو تخيلنا ان السلايه دي اتنفخت كده عشان بقت نكروتك، والسيل دي اتنفخت كده عشان بقت نكروتك، هي دي بقى المهمه جدا في الرسمه. ايه اللي يحصل في مخرج البايل يتنفخ؟ ولذلك دي مهمه جدا جدا، يبتدي البايل يتحبس هنا انسايد ديس كاناليكولاس، ودي علميا يسموها كولي ستيز. ستيز يعني توقف، كولي يعني بايل. ويبقى ساعتها لما تخيل بقى ان حصل نكروسس، هو ده لما البايل يتوقف يبتدي ايه، مش قادر يعدي من سكته، يبتدي يخر هنا. بص لو خر هنا يبقى خر على مين؟ على السينوسويد، يقوم يعمل عند عيالنا ايه؟ جوندس. يعني ليه العيال لما بيجيله ليفر ديزيز بيجيله جوندس؟ دي كله بس. بالمناسبه بقى انتوا عارفين عشان دي هناخدها ليتر اون الحصه الجايه، ان الجوندس ثلاث انواع: هيموليتيك، هيباتوسيلر اند اوبستراكتيف. ويش تايب اوف ذيس؟ هيباتوسيلر، لانه اي هيباتوسيلر لازم يكون معاها اوبستراكشن. هو هنا الديزيز في اوبستراكشن في البايل داكت، ولا هو اصلا ديزيز في الليفر سيل؟ ديزيز في الليفر سيل ادى الى الاوبستراكشن، يبقى اسمه ايه؟ هيباتو سيلولار. اذا انتوا كلكم قلتوا حاجه لطيفه جدا، عشان المره الجايه اي هيباتو سيلولار جوندس لازم فيها اليمنت اوف اوبستراكشن. يعني دي حاجه للمره الجايه. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تبقى انتم متاكدين ان اي ليفر ديزيز في نكروزز لازم يحصل جوندس. ليه؟ لان حصل مين؟ كوليستيزس. لما البايل ما يقدرش يمشي في السكه دي كده يضطر يخر على السايلوس.
تعال بقى ناخد موضوع النهاردة يبقى دي حتة على هامش الموضوع. تعال ناخد النهاردة بقى موضوعنا اللي هو الأكيوت هيباتايتس. والأكيوت هيباتايتس ده is quite common. يعني دي حاجة very common عن الإنسان. خصوصا في البلاد اللي فيها دسبان ومش عارف ومجاري وإيه. لأن يمكن المرة اللي فاتت لو تفتكروا قلنا ان الاكيوت هيباتايتس معظمه او اغلب انواعه بتتنقل بيكون هيباتايتس A. طبعا في الانواع الثانيه E و C و ودي لكن A ده بيتنقل هو الـ E بالزبان في كافورا. ايه بقى الباثولوجي بتاع الاكيوت هيباتايتس؟ يعني دلوقتي انت جالك اكيوت هيباتايتس سواء كان الفيروس A او E الى اخره، ايه الباثولوجي اللي هيجرالك؟ هو الدراسه الليفر هيكبر شويه ويخضر حبتين عشان البايل هيبقى ريتين دي زي ما هيعرف حاله. مايكروسكوبيكالي بقى هو ده كل فهم الهيباتايتس. افتحوا دانكم معايا، انا هاخد one of these lobules ومكبره هنا اللي في النص ده central vein. لو انتوا تخيلتوا معايا معظم انواع الاكيوت هيباتايتس معظم يكون نتيجة اكلة ملوثة بالفيروس اللي هو هيباتايتس ايه. لو انت كلت الفيروس ده وامتص من امعائك عن طريق البورتال فين، اول حتة يطلع منها من الليفر منين؟ من السنترال فين. فاول خلايا يقابلها مين الفيروس؟ السنترال ليفر سيل. عشان كده بنبص نلاقي اول حاجه في الباثولوجي، لو انتوا المره اللي فاتت كنتوا قريتوا حته لو قلنا ان النكروز في الليفر درجات ممكن ياخد خلايا صغيره ده اسمه ايه؟ نيكروبايوت او فصائل ده يبقى اسمه سبوتي نيكروز، او ياخد مناطق يبقى اسمه سنتري زونا نيكروز او في السنتر، او ميد زونا نيكروز، او بريفرال زونا نيكروز، او بريدجنج نيكروز الى اخره. هنا النيكروز هيبقى معظمه مين؟ سنتري زونا. اشمعنى؟ لان الفيروس اول ما طلع اول حاجه قابلها مين؟ السنترال زونا. هل يمنع ان يبقى عندك نيكروبايوز او فوكال نيكروز فاضي كده؟ ما يمنعش، لكن الموست كومن تايب هو ان يبقى عندك سنترال زونا نيكروز. ومن هنا بقى تبتدي حكايه المرض. ادي السنترال ليفر سيلز اندر جو نيكروز، احيانا نلاقي كده فيها بولس حمراء محدش عارف كده دي عباره عن ايه، كونسنتريشن احمر كده في حته النيكروتيك تيشو كونسنتريشن كاركترستك الحقيقه كده ملهاش معنى انت هو كاونت المامبولي. ما علينا من هذا، ادي السنترال زونال نيكروز اللي حصل عند هذا العيان. لو بصيتوا في الرسمه كده ده كانت لي كلكم متاكدين ان حصل ايه في الفايل كان اللي هنا ما سميناه حالا مين؟ بوليستيز. ده اكيد ما فيهاش فصال. يبقى في نفس الوقت اللي حصل فيه نيكروسس وانا مش بقول بتاثير الكتابه قوي بتاثير الاهميه، هيبقى عندي البايل از ريتيند هنا انسايد ذيس كانجليكيولاي لانه مش قادر يخرج في حته ثانيه. ادي البايل بقى متحوش داخل مش الكانجليكيولاي بتاعتهم اتفتت. يبقى عندي هنا عمليه كوليستين. ومع الكوليستين طالما البايل مش قادر يطلع عن طريق البيليا ريزيستنت هيبتدي يريجرجيتيت انتو ذا ثايروكويد، وهو ده اللي كلينيكال بيعمل لك شونجز. ولكن مايكروسكوبيكال ده بيعمل ايه؟ انتوا عارفين البايل ده هيبقى فور الماتيريال، وانا عندي هنا فاجوسيت سيل اللي هي مين؟ الكوبر سيل. ولذلك تلاقي حاجه كاركترستيك جدا في الكوبر سيل واثنين البايل لونهم غامق. كوبر سيل دي بروميننت كده هايبر بلاستيك ولونهم غامق واكلين بايل. كل ده متتاليه يعني احداث واحده. نيكروسس في السنترال زون زي ما اتفقنا ليه عشان الفيروس خرج من السنترال فين عليهم، ادى الى كوليستيز، ادى الى ريجريشن اوف بايل اند كوبر سيل بيجمنتيشن. ات ذا سيم تايم التاثير هيبقى مخفف على البريفرال سيلز ان الفيروس مين اللي خرج في السنتر. فالسيلز في البريفرال تبقى منفوخه شويه في جنريتد يعني بيقولوا عليها بالونينج لكن ما هياش ميته. يبقى عندي هنا بالونينج اوف ذا ليفر سيلز منفوخه يعني ات ذا بريفرال. يفضل الحكايه دي كلها اللي انا بحكيها ما جبتش فيها كلمه الايتس هيباتايتس اللي هي مين؟ انفلاماتوري سيل. فتبتدي تبص على الانفلاماتوري سيل حوالين النيكروتيك ليفر تيشو وقت الفرصه التراك اللي هي الليمفوسايت مع شويه بلازما سيل اللي هي الانفلاميشن بتاع الفيروس. ويفضل في الحكايه دي نقطه غايه في الاهميه، اف يو اوميت تو ريمبر يبقى انت هتحكم على العيان ده حكم خاطئ جدا. الحته المهمه جدا 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 وات اباوت ذا فريم ورك از يو سي ات از انتكت. دي مهمة جدا. يعني اذا في الاكيوت هيباتايتس مهم جدا ان احنا فاهمين ان الفريم ورك از انتاكت، عشان كده معظم العيانين دول بي ريكفر ويرجعوا باك تو نورمال. ارجع بمعلوماتك زمان ايام الريبير قلنا اي دامج في الليفر ما اثرش على الفريم ورك يبقى عندك يرجع نورمال. النيكروتيك سيلز دي هتروح تتاكل والهيلثي سيلز هتتكسر ترجع العيان نورمال تمام. طيب ادي المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الاكيوت هيباتايتس. يتبقى بقى نقطه مهمه او نقطتين مهمين.
اولا الكلينيكال بيكتشر عند العيان ده، العيان ده بيشتكي من ايه؟ دي سهله قوي، يعني اللي بيكم عايز يعرف عيان الانسفايتس بيشتكي من ايه، هو بدايه المرض عنده نوزيا اند فوميتنج، بتاخد اسبوع يسموها احيانا ذا بري اكتيريك فيز، يعني قبل جون نوزيا اند فوميتنج، اي حاجه تخص الليفر تطلع على طول في الاستغلال من الناس ثاني تتجوز معايا نوزيا اند فوميتنج، وكان الاسبوع الثاني على طول اول ما البايل ده النيكروتيك بروسيس ستاتس البايل كان دلوقتي فارما جون، فعلا كده نوزيا اند فوميتنج فورد بالاسبوع الثاني بجونس، مشهوره كلاسيكال عند هذا العيان. ادي بالنسبه للكلينيكال بيكتشر، ويفضل عندي مين الفيس، ما مصير عيان الاكيوت هيباتايتس؟ المصير نمبر 1 از ريكفري، والريكفري ده بيحصل ان مور ذان 95% اوف كيسز اوف هيباتايتس اي، ده كان الفيروس ايه الحقيقه الفيجر ده ظالم، هو بيحصل في 99.4% ريكفري، يعني قول لي 6% هم اللي بيتنيلوا، ده لو كان الهيباتايتس مين ايه، لو اي نوع اخر النسبه بتقل عن كده. فاذا كان الهيباتايتس ايه فمعظم الناس بتريكفر، عشان كده ده السبب انه اول ما عيان بيجيله اكيوت الهيباتايتس، زي ما بقول التشخيص في العياده سهله قوي، عيان اتقى وقعد يرجع الاسبوع ده وثاني اسبوع اتفرج، فسهله مش محتاجه ولا حتى طالب رساله، الام بتشخص. فبنعمل سيرم اناليسيس عشان نعرف هل هو ايه ولا غير ايه، ان طلع ابن من المطمئنين الى ابعد الحدود، ان طلع بي سي مش عارف ايه، بعد نبتدي ايه جاي يخش في فيت ثاني. اذا ده فيت فيت از ريكفري ويتش از ذا رول، لو الهيباتايتس كان مين ايه. طيب احيانا نسبه من العيانين دول بيخشوا في مصيبه درقة تموتهم في خلال ايام لاسابيع اسمها فالمينيتنج هيباتايتس، بدل ما النكروز المحدد كده يبتدي النكروز يمسح الكبد، احنا خدنا درجات نكروز عنيفه اللي يمكن اخر درجتين اللي تشوفهم اللي هو المالتي اسنر او المسم، دول في بعض الناس يحصلوا. نبص نلاقي ده اسمه فالمينيتنج هيباتايتس، لا العيان يومين ثلاثه اربعه دخل في ليفر فيلير ومات منه، دي نسبه مش عاليه قوي. او في نسبه اخرى بشرط يكون الهيباتايتس اما سي واما دي، الاي والاي لا، يخشوا في حاجه اسمها كرونيك هيباتايتس. احنا خلاص خدنا الاكيوت اللي بيريكفر مع السلامه خفوا الحمد لله، ماذا عن الناس اللي بيحصل لها فالمينيشن ده هتكلم عنه حالا، ثم ماذا عن الناس اللي بيحصل لها كورنيسي هنتكلم عنها بعدين. فتعالوا دلوقتي بعد ما فهمنا كده الاكيوت فايروس هيباتايتس، تعالوا كده نتفاهم مع بعض عن الفالمينيتنج هيباتايتس، والباراجراف اللي عندك 8 اسطر ده هنختصره الى 3 اسطر. يا ترى كده بالنسبه للفالمينيتنج هيباتايتس، خلاص احنا اتفقنا ومتاكدين ان الاكيوت ده ممكن يقلب بفالمينيشن او بكرونيك. تعالى كده ناخد الفالمينيتنج هيباتايتس اللي لحسن الحظ it is not common، زي ما حددكم النسب بتاعته حالا دلوقتي. يبقى انا اول موضوع خدته النهارده الاكيوت هيباتايتس، ثاني موضوع هناخده النهارده الفالمينيتنج هيباتايتس. والفالمينيتنج هيباتايتس بالعربي فالمينيتنج يعني مشتعل، يعني مصيبه زرقاء، يعني هيباتايتس مش مجرد اكيوت، ده اكيوت وقاتل. اولا كاتيولوجي انا عايز احط لكم كده حته صغيره علشان تعرفوا اهميه، احنا قلنا ان المربط عندنا الفيروس بالاديه، عندنا فيروس A وعندنا فيروس B وعندنا فيروس C وعندنا فيروس E. طب انا مش كاتب دي ليه؟ لان دي مش ممكن يحصل لوحده، دي ممكن يكون مع مين؟ البي زي ما قلنا قبل كده، عشان كده انا بقى لما اقول بي يبقى ويت اور ويزاوت بي. تعال نشوف نسبه الفالمينيتنج هيباتايتس في كل واحد من دول، يعني لو انت اصبت بفيروس A كام في المية من المرضى يجي لهم فالمينيتنج هيباتايتس؟ less than 1%، ده يقولوا 5% او 4% بس اللي يجي لها فالمينيتنج هيباتايتس. طيب تعال نشوف لو كان الهيباتايتس ده بي، النسبة ترتفع من 2-4-5%، خلاص 1-4% مثلا، الاثنين دول تقريبا نفس الفيجر لغاية 2-5% يعني لغاية 5%، طبعا واضح ان النسبة اعلى من مين؟ من الاي. اللي يهمني بقى في الموضوع ده هو الاي. الاي لو شخص عادي جاله الاي نسبة ان يحصل له فالمينيتنج هيباتايتس من 1-3%، لكن لو جه الاي في امرأة حامل نسبة الفالمينيتنج هيباتايتس بصوا الفيجر بقى كام؟ 20-50%. يبقى كل الحدوته دي the most important thing to remember هو ان الهيباتايتس اي ده لا قيمه زيه زي الاي في اي بني ادم، الا لو جه مين؟ امرأة حامل، بتبقى نسبة الفالمينيتنج هيباتايتس كام؟ 50%. يعني لو جبت 10 ستات حوامل اصيبوا بهيباتايتس اي
ممكن جدا نصهم يموت منه. ادي اهمية الهيباتيتس سي. الهيباتيتس سي اللي هو لا قيمة له في الاحوال العادية زي ايه بالضبط، قيمته ترتفع جدا في مين؟ في الحوالي. اذا لو تلفوا مين الموست سيريوس جروب اللي جيلها قلمينيدي هيباتيتس على طول؟ مين؟ البريجننت ليديز اف ذي ار انفكتد من الهيباتيتس سي. سؤال ثاني، طب افرض بريجننت ليدي انفكتد من الهيباتيتس اي او بي او سي، النسبة كام زي ما هي؟ فقط اي هو اللي في الحمل والميكانيزم الخاص فيه. طب عرفنا بقى الايثيولوجي بتاع الفالمينيتنج هيباتيتس، تعال ناخد الباثولوجي بتاع الفالمينيتنج هيباتيتس ده هنختصره. مش هحتاج منك اكتر من الاحتمالين بتوع الفالمينيتنج هيباتيتس كلام وكلمه واحده على كل نوع. يس ده انا لسه عم بقول لك ان كلير، يعني بقول لك الميكانيزم ان كلير، تبدا تسالني بعدها تقول لي ليه؟ لا انا ولا غيري فاهم. هي لها postulated ميكانيزمات كتيرة. عايزين اقعد معاك افهمك الاول فيرولوجي وتركيب الفيروس ايه وتركيب الهيباتيتس عشان افهمك ايه اللي بيحصل في الحرب. فشغلها. طيب لو جينا نقول احتمالات الفالمينيتنج هيباتيتس، خلاص احنا قلنا الايديولوجي بتاعها احتمالاتها حاجه من 200. بصوا كده للمنظر، نقول فالمينيتنج يعني مشتعل، يا اما الراجل او الست ده نلاقي الكبد بالكامل تقريبا حصل له ماسيف نيكروسيس، ده يسموه اكيوت ماسيف نيكروسيس او الاسم القديم بتاعها اكيوت نيروأتروفي. وعندك كلام هنا ما يهمنيش فيه غير ان العيان ده هو الداي اوف ليفر فيلير ويزن دايز، في خلال فيو دايز يكون مات. واعتقد واضح السبب، انت مسحت الكبد كله نيكروسيس، ده اسمه ايه؟ اكيوت ماسيف. يا اما انت عملت العمليه مالتي اثنر، يعني بطش كبيره كده نيكروتيك لكن في ان بين شويه ليفر تيشو يعني، فده اقل من ده، ده يسموه سب اكيوت ماسيف يعني اقل شويه، او يسموه زمان سب اكيوت ليفر سب اكيوت ماسيف نيكروسيس. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده مات في خلال 3 4 ايام، ده مات في خلال اسبوعين، برضه من ايه؟ من ليفر فين. طيب افرض ان هو سيرفايفد، يعني شويه الليفر تيشو اللي لسه شغال هنا ده خلاه يعيش اطول شويه، الاول ما يعيش اطول شويه طبعا الاركتكتشر باظ نيكروتيك سيرول خلايا بعد هذا النيكروز. بالمناسبه البوست نيكروتيك سيرول النوع ده بالذات اللي اسمه بوست نيكروتيك اللي هو بتاع ايه، بتاع الطشق يعني، زودنا له بس في عمره ايه يعني، دول الاثنين حاجه مأساويه. اوكي ده الفالمينيتنج خلص كده الفالمينيتنج هيباتيتس وكل تفاصيل مكتوبه هنا او هنا انا مش عايزها، انا عايز بس المعلومه الاسم ده وليفر فيلير ويذن دايز، وعايز هنا طبعا اكيد بس الكروز وليفر فيلير فور بوست نيكروتيك سيروم. تعالى بقى ناخد اهم موضوعات النهارده، واهم موضوع في موضوعات النهارده ده عايز الناس كلها تفتح ودانها تماما، لان ده احد المشاكل القوميه اوف ذيس كونتري اللي هو الكرونيك هيباتيتس، الالتهاب الكبدي المزمن. والكرونيك هيباتيتس تابعوه من الورقتين اللي موجودين بره، لانه انا مختصر جدا عن الكتاب. دي كده ورقتين بره عن الست اللي بتصور اللي معاه الورقتين دول، لانه زي ما بقول مختصر عن الهيب. الكرونيك هيباتيتس ما معنى كلمه لما تيجي تقول للواحد فلانه دي او فلان ده عنده كرونيك هيباتيتس، ده معناها ايه؟ معناها ان عنده كرونيك، معناها في كلمه ونص ان عنده كرونيك وات وي كول نيكرو انفلاماتوري ديزيز. يعني ايه كلمه نيكرو انفلاماتوري؟ يعني مش مجرد انفلاميشن، ده انفلاميشن اند نيكروز. فالنهارده لما اقول ان فلان ده عنده كرونيك هيباتيتس يبقى ده بني ادم عنده كرونيك انفلاميشن بلس نيكروز في الليفر. لما نيجي نقول طيب وات از ذا ايديولوجي، يا ترى الناس اللي عندها كرونيك السبب قد يكون واحد من الاتي. نمره واحد، السبب قد يكون فايرال ايديولوجي، وافتحوا دانكم معايا. انا عايز استرجع معاكم كده زمان الفيروس، نقول مين فيه صح ومين غلط. قلنا ان الفيروس ايه وبي ممكن يكون معاه او لا دي، وسي وي مين في دول اللي يعمل كرونيك؟ قطعا فقط البي اند تي. قلنا قبل كده الاي والاي ما يعملوش كرونيك هيباتيتس.
طبعا هو الحكايه دي لانك لو درست في الامتحان الفايرال هيبتايتس الكرونيك حطيت معاه ايه او ايه انت ديفنتلي ما انتش عارف كويس الايديولوجي بتاع الكرونيك هيبتايتس. طب السؤال الثاني المهم هو معظم الناس اللي بيجي لها كرونيك هيبتايتس زي ما انتم شايفين كده السبب بيبقى فايروس. لكن هل يا ترى كل واحد عنده كرونيك هيبتايتس السبب بيبقى فايروس؟ بالشرط. في نسبة ضئيلة جدا من الناس بيبقى سبب كرونيك هيبتايتس ابيوز اوف دراجز، سوء استخدام الادوية. ويمكن انتم في الفارماكولوجي قالوا لكم ان بعض الدراجز ار هيباتو توكسيك، فدي يسموها دراج او توكسيك هيبتايتس. هدي لكم بس اسم دوائين ولا حاجة، الايسونايازايد اند الميثايل دوبا الفا ميثايل دوبا، ودي ادوية شائعة. فممكن جدا واحد يستخدم الادوية دي بدون وعي لفترة طويلة جدا تنتهي معاه بكرونيك هيبتايتس. صحيح ما هياش as important as the viral etiology, yet it is a cause. الحاجة الثالثة في الأسباب بتاعة الكرونيك هيباتيتس اللي هي metabolic disorders. بعض الناس بتولد عندها congenital metabolic disorder يعمل كرونيك هيباتيتس زي مرض اسمه ويلسون ديزيز وزي مرض اسمه الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي اللي هو في اللنج بيعمل مين؟ انفيزيم في الليفر يعمل كرونيك هيباتيتس. الحاجة الرابعة ودي مور كومن في الستات عن الرجالة كتير جدا نقعد ندور على سبب للكرونيك هيباتيتس لا نلاقي لا فيروس ولا دراج ولا ميتابوليك ديسوردر ونعمل تحاليل مفاجئ بان في اوتو انتي بوديز ضد الليفر سيلز اذا دي اوتو اميون ومش بدعه الحق حقيقي نلاقي انتي بوديز طالعه ضد الليفر سيلز اذا دي كود بي اوتو اميون كرونيك هيباتيتس. اخيرا نمبر 5 احيانا نقعد ندور على سبب للكرونيك هيباتيتس ونهري العيان انفستيجيشنز ندور على فيروس ندور على هيستوري اوف دراج وميتابوليك ديزيز وقد ما نلاقيش حاجه خالص ساعتها العلماء بيسموا دي كريبتوجينيك هيباتيتس. كلمه كريبتوجينيك يعني وي فيلد تو نو ذا تروث، فشلنا في معرفه السبب. وبالمناسبه 15% من الهيباتيتس ار كريبتوجينيك، يعني في 15% من مرضى الهيباتيتس بيجننونا تقعد تدور على فيروس على دراج مش عارف على ايه، مفيش تايب اسمه ايه كريبتوجينيك. قد يكون في سبب بس انت ما انتش عارفه، برضه يبقى تحت دي كلمه كريبتوجينيك. تعالى بعد ما عرفنا الايديولوجي بتاع الكرونيك هيباتيتس ادي السبب بتاعه، يبقى هو كرونيك نيكرو انفلاماتوري ديزيز، الايديولوجي يا فيروس يا دراج يا حاجات ثانيه. نمر الثلاثة البراستيك تريد مفيش حاجة سبيسيفيك أكثر من إن الكبد بيكبر شوية مايل هيباتوميك. إنما بقى المايكروسكوبيك بيكتر افتحوا لكم معايا لأن هي دي السؤال كله، والمايكروسكوبيك بيكتر دي اللي هشرحها دلوقتي حالا هتلاقوها مختصرة قوي ومختلفة جدا عن الكتاب، فانتوا لازم تجيبوا الورقة اللي بره دي. يبقى احنا خدنا الإيديولوجي بتاع كرونيك هيباتيتس واخدنا الإيديولوجي والجروث بيكتر، تعالى بقى نتكلم عن المايكروسكوبيك بيكتر وافتحوا ده لكم معايا. المايكروسكوبيك بيكتر دي انا عندي حاجات كتيره جدا جدا بتحصل في الكبد نقدر نلخصهم لاربع نقط، يعني في الكتاب مكتوبين 10 هنجمعهم على هيئه اربع نقط بس. اول حاجه افتكر معايا تعريف كلمه كرونيك هيباتيتس. قلنا انه ايه كرونيك نيكرو الانفلاماتوري ديزيز، يبقى لازم نيكروسز وانفلاميشن من التعريف. يبقى نمرة واحد فيه عندي نيكروسز ونمرة اثنين لازم عندي انفلاميشن. وبعدين بص معايا في التعريف هنا، هو اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك زمان قوي، فرق بين الاكيوت والكرونيك ان الكرونيك بيند ان فايبروز. يبقى تالت حاجه لازم نعرفها ان هيحصل عند العيان ده تليف. طبعا دي العناوين الرئيسية، الحشو اللي بينها مهمة قوي. ونمرة اربعة اذر في حاجات بقى على الهامش كده حسب الظروف. تعالى كده نبتدي نحشي الاربع نقط. وعشان احشي النقطة الاولانية اللي هي حتة النكروسز، عايز الناس النايمة تصحى تماما، الحتة دي ما فيهاش تأليف، يعني دي تعرفها ما تعرفهاش. ولذلك انا هضطر ارسم لكم كده اثنين ليفر نوبيول، ادي واحد كده وادي الثاني كده علشان نشوف ان الكروت هيحصل هيبقى شكله ايه، وادي هنا البورتال تراكت اللي هو بينهم كده، وادي هنا سنترال فين اهو،
وادي سنترال فين اهو، والمفروض الباقي ده كله عباره عن كورز اوف ليفر. النكروسس في الليفر بتاع كرونيك هيباتايتس في منه الفولوينج 3 ميجور باترن، وركزوا معايا جدا لان الباترن الاولاني ده يدل اول ما هتسمعه ده على طول على عندك خطر داخل. وان عينين الكرونيك هيباتايتس ما فيهمش كلمه ريكفري، ما فيهمش كلمه ريزوليوشن، يعني وانس دخل على عينه كرونيك هيباتايتس سونر اور ليتر هي ويل داي. ليه؟ لانه اول نوع من انواع النكروسس انا عندي طبعا ليفر سيلز هم كده 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 الى اخره، بيجي ياخد لي الليفر سيلز هنا اللي بره، يعني كل كورد يروح ناتش منه مين؟ البريفرال سيلز. هذا النوع من النكروسس ده بيحصل فين؟ عند الليميتنج بليس. الليميتنج بليس اللي اضلاع الليفر لوبيوس. بص معايا كده، لما الاضلاع دي كلها يحصل فيها نكروسس ده ويتش تايب؟ نيكروبيوزز بتاع الخلايا المطوره، ولا سبوتي نيكروز بتاع المجموعات، ولا سنتري زونال، ولا ني زونال، ولا بيريفرال زونال؟ البيريفرال زونال اللي انت متاكد انه كان مين الفريم ورك، يعني انت متاكد ان عندي لو عاش هيخش فين لازم تسيبوس. هذا النوع اللي هو من بره، باعتبار ان الليفر بيدوز عند الريف بيتقطع من بره، الناس سميته بيس ميل نيكروز. الاسم ده مهم قوي، نقعد كده اطمه اطمه نبوظ لك تماما الليفر سيلز عند الليميتنج بليس. وهذا البيس ميل نكروسس انت بتكتبه في امتحان، وده لوحده سؤال باترن اوف نكروسس ان كرونيك هيباتايتس. انا جمعته، بص كده معايا وركز تماما في الحته دي. في ثلاث ظواهر بيحصلوا مع البيس ميل نكروسس يعتبروا مش بس كاركترستيك، اكستريملي كاركترستيك. الظاهره الاولى ان الليفر سيلز اللي جنب الخلايا اللي بتموت دي، اول ما تلاقي اخواتهم بيموتوا تخاف على روحها، فتقول بيادي لبيادي عامل فتنتحر، اللي احنا خدناه تحت عنوان ايه؟ ايبوبتوزس. فنبص نلاقي ثاني عندك هنا ايبوبتوتيك ليفر سيلز، بودز كده حمراء اسيتوبيليك صغيره. وانتوا عارفين ان مصير الايبوبتوتيك بودز ان هم يبقوا ايه؟ فاجو سايتايز باي ماكروفيلز. وانا عندي هنا ماكروفيلز طبعا اللي هي الكونفرتات. فإذا أول ظاهرة associated مع البيس ميل نكروسس is apoptosis، اللي بيعمل لك أسيدوفيليك فودز صغيرة كده تتاكل بالكوبرسيس. تاني ظاهرة تاني وتالت ظاهرة دول حيروا العلماء بشكل غير طبيعي، واكتشفوا الحكاية دي بعد كده. أنا بعد ما هتكلم بعد شوية هقول إن في inflammation بيحصل هنا. لقوا إن في علاقة حميمة جدا ما بين الهيباتوسايت وما بين الانفلاماتوسايت بالذات. الهيباتوسايت حميمة إزاي؟ بص كده على الرسمه دي. This is a hepatocyte كتير جدا، واحنا في الحته اللي فيها بيس من الكروسز بص نلاقي الهيباتوسايت is indented، يعني مزقوقه، واللي زقيقها بيديلها بوكس ويطلع البوكس ده من الليمفوسايت. كتير جدا نلاقي السيلز هنا عاملين كده، نلاقيهم indented والليمفوسايت داخله في وسط البلك بتاع الهيباتوسايت. واتضح انه فعلا هو ده اهم ميكانيزم اللي بيها، يعني الناس بتقول هو ازاي بيحصل لي هنا في سميل نكروسس. اتضح ان الليمفوسايت تروح جايه كده زقه نفسها في السيل ممبرين بتاع الليمفوسايت، وتروح مطلعه ليمفو كاينز، تروح مفرفته بيها الليفر سيل. الظاهره اللي قدامكم دي علميا بيسموها ظاهره البوليسز. بوليسز يعني اندنتيفايت باي الليمفوسايت. ولاحظوا الناس حاجه غريبه جدا، ان ممكن الليفر سيلز تحوط وان ليمفوسايت، ادي ليفر سيل وادي الثاني وادي الثالث، في محاوله ان هم يقاوموا هذه الليمفوسايت المعتاديه. ففعلا نلاقي ا جروب اوف ليفر سيلز هنا سراوندينج ا سنجل ليمفوسايت كده. ها؟ وفي النهايه الليمفوسايت هتتغلب على الخمسه دول. هذه الظاهره سموها امبيري بوليسز. فالثلاث ظواهر دول ان تكتبهم مع البي سي النكروسز يبقى انت نسيت حاجه مهمه قوي. البي سي النكروسز فرفتت الليفر سيلز عند الليميتنج بليت. أحد من الهيبوثيسز انها تتحاوط الليمفوسايت ومع ذلك تتاكل الكوتيلوز، اسمه امبيري بوليس ساينس، ان العند عنده كرونيك هيبوثيسز وشور ساين انه هيتطهر في الاخر. ده اول انواع النكروسيس. النوع الثاني بنلاقيه عباره عن سبوتس اوف نكروسيس كده، يعني بعيد عن الليمتنج بليس، شويه خلايا هنا شويه خلايا هنا، ده اسمه فوكال او سبوتي نكروسيس. النوع الثالث بقى بصوا معايا ده مهم جدا جدا، الاماكن محدده نكروتس زي في الرسمه دي كده، بين السنترال بين اليمين ده والسنترال بين الشمال ده، كل اللي مرتبط في الحته دي ار نكروتس. ده نسميه ايه يا اخوانا؟ ده خدنا مره فاتت بريدجنج نكروتس.
الامراض يبقى ثالث انواع النكروزز از بريدجنج نكروزز اللي ممكن يزيد جدا 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 ويعمل حاجه اسمها مالتي اسنر يعني اعلى من البريدجنج. طبعا في الرسمه اللي هنا دي بدون تمييز مين ابسط انواع النكروزز المناسبه من غير ترتيب الاسبوع يعني ده الوحيد اللي مش واكل الفريم ورك. لكن الفيس من النكروز خطير والبريدجنج اخطر يعني البريدجنج ده بياكل الفريم ورك ده بقى شغلات ده موصل بكل حاجه. فعشان كده بالاستيميت الديجري اوف كرونيك هيباتايتس النهارده زي ما هنعرف بعد لحظه بنوع النكروزز وبدرجه الدم. خلصنا من اول نقطه لازم نبقى كلنا عارفينها اللي هي النكروزز ان كرونيك هيباتايتس. اوعى تنسى اطلاقا ان انا في تعريف الكرونيك هيباتايتس قلت لك ايه؟ It is chronic necro inflammatory disease. فما ينفعش يبقى في عندك كرونيك هيباتايتس من غير نكروز. خلاص؟ ولذلك بقى اسال واحد فيكم سؤال لذيذ جدا دلوقتي. البلهارديزيز مش بتصيب الكبد وبتعمل انفلاميشن في البورتال تراك ده يضرب تحت كلمه كرونيك هيباتايتس الاجابه لا لانه ات از كرونيك انفلاميشن في البورتال تراك ولكنه نوت نيكرو ما فيهوش نيكروس. لو انتوا بتفتكروا الليفر لوبيوز ان بلهارديزيز شو مينيمال ليه فلازم عشان يبقى كرونيك هيباتايتس ايه نيكرو انفلاماتوري. عمال اقول لك الحكايه دي كذا مره عشان تنسى ما تنساش ان اول حاجه بتتكلم عنها نيكروس ثاني واحده بقى مين الانفلاميشن. ده كرونيك انفلاميشن يبقى بمنتهى البساطه حوالين النيكروتيك دي مبتدئ في البيريبورتال اريا او في البورتال تراك تلاقي الكرونيك انفلاماتوري سيلز اللي هي الليمفوسايت اند بلازما سيلز. وبعدين بقى اذا كنا بنتكلم لغه العصر لغه سنه 98 فاكوردنج تو نيكروزز اند انفلاميشن الاثنين دول اللي هي نقطه واحد واثنين بيعمل حاجه اسمها جريد اوف اكتيفيتي اوف كرونيك هيباتايتس. وركزوا معايا لان النقطه دي هي اللي هتفهم الممتحن انك فاهم يعني ايه كرونيك هيباتايتس. النهارده الجريد اوف اكتيفيتي العالم كله بيتكلم هذه اللغه ابتداء من سنه 96 بيقول لك ان الهيباتايتس لازم انا هسال وانت تجاوب هل هو مايلد هيباتايتس؟ هل هو مودريت هيباتايتس؟ هل هو ماركد هيباتايتس؟ ولا فيري ماركد هيباتايتس؟ اقف معايا لان الكلام ده زي ما بقول هو ده لغه العصر. ما ينفعش انا اجي اكلمك واقول لك ده فلانه المريضه بتاعتي عندها كرونيك هيباتايتس. لازم تقول لي الجريد اوف اكتيفيتي لانها تفرق جدا. لو كانت المريضه بتاعتي مايلد هيباتايتس يبقى هتقعد قبل ما تتدهور يمكن 10 15 سنه وممكن علاج بحاجه اسمها انترفيرون تخف بالكامل. وان كانت فيري ماركت هيباتايتس وات ايفر يو دو قدامها فيو ويكس وهتتدهور جدا وده. فدي مهمه جدا على اي اساس بقى. لو لقيت كل حاجه في الرسمه دي مايلد مايلد تسميل نكروزز مايلد سبوت نكروزز مايلد انفلاميشن يبقى ده المايلد جريد مايلد تسميل او سبوت نكروزز بلس مايلد انفلاميشن. لو لقيت التسميل نكروزز والانفلاميشن مودريت اكتر شويه يبقى ده مودريت جريد لقيتهم اكتر جدا يبقى ده مارك. الثلاثه الاولانيين دول بشرط شوف بقى شرط ما عنديش بريدجنج نكروز. ان لقيت في اي نوع بريدجنج نكروزز موجود عندك يبقى دخلناك مين في الفيري ماركت. واضح جدا ان البريدجنج نكروز ده يساوي ايه مصيبه زرقاء بالنسبه للعيان. يبقى مايلد انفلاميشن ان نكروز اي نوع بس من غير مين البريدجنج يبقى مايلد جريد. نفس الكلام مودريت او ماركت بس من غير بريدجنج نكروز. ظهر بقى بريدجنج نكروز بقى مين فيري ماركت جريد. ده معناها ان عيانك مع السلامه within very few weeks. ثالث حاجه نتكلم عنها بعد النكروز وبعد الانفلاميشن وزي ما بقول الحته اللي جايه دي هي نهايه المطاف. يعني ده عيان كرونيك وانتوا خدتوا معايا مليون مره زمان في الفرق بين الاكيوت والكرونيك ان الكرونيك بينتهي ايه فايبروز ودي نهايه المطاف فيبتدي يحصل فايبروز. اولا انا عايز اتكلم عن الفايبروز كلمتين صغيرين علشان نفهم الفايبروز. هو ده كده وده ليفربول تاني وعندي هنا ساينوسويد كده وهنا بقيه الهول بتاعه كده. حد يعرف الاسبيس ده اسمه ايه ستيت اوف ديتي؟ في ثلاث خلايا خليه مدوره اسمها ايتو سيل ربنا خلقها عشان تستور فات اسمها فات ستورنج سيل. خليه طويله اسمها فايبروبلاست وخليه وسط بين الاثنين اسمها ترانزيشنال سيل اوفر كده. سيبك من وظائف الخلايا دول لكن دول الثلاث خلايا اللي يقدروا يلاقي كولاجين يقدروا يعملوا فايبروز. فلما بيجي يحصل فايبروز اول ظاهره بتحصل انك تلاقي الديست سبيس ده الول بتاع الساينوسويد تخن قوي عشان كولاجين بدا يترسب جامد.
ودي ساعتها يقول لك الساينوسوت اصلا شبكه كده متصله ببعضيها كده يتعامل زي الكابيلا دي يسموها كابيلاريزيشن اوف ذا تحس ان الساينوسايد الويل بتاعه بقى بروميننت وبعدين بتيجي الفايبر تشوي دي يبقى بورتال واحيانا لما يكون عندك بريدجنج نكروز بيبتدي يحصل لك بريدجنج فايبروز يعني مطرح النكروز ده يحصل مين هيلينج باي فايبروز الفايبروزز هو تاني حاجه بتحكم بيها على عيانك بصوا معايا لما انا اجي اقول لك العيان ده عنده كرونيك هيباتايتس وات از ذا جريد اوف اكتيفيتي يبقى معناها ان انا بتكلم عن درجه ايه حاجتين مع بعض نكروزز اند انفلاميشن ده بيقول لك وات از ذا جريد اوف مش اكتيفيتي اوف فايبروز دي حاجه تانية بقى جات الناس قالت طب نجريد الفايبروز ازاي قالوا بنفس الطريقه منعا للخبطه هتقول ان الفايبروز مايل مودريت ماركت اند فيري ماركت طيب تعالى كده نشوف المايلد فايبروزز والماركت والمودريت والماركت الى اخره قال لك اللي انت عند العيان بورتال فايبروز من بره بس من غير بريدجنج فايبروز ده ممكن يبقى مايلد او مودريت حسب درجه لو ظهر عندك بريدجنج فايبروز يعني فايبروز عامل بريدجز ده ماركت لانه ده معناها ان العيان بعد اسبوعين ثلاثه هيبتدي يبقى عنده الفول بلوم بيكتشر اوف ذا روز اللي هو البريدجنج بلس ريجينريشن نوديول ده اللي بنسميه الروز هو ده الفيري مارك تعالى كده اعيدها تاني وادي لك مساله حسابيه يعني دلوقتي افرض ان لقيت عندك عيان عنده كرونيك هيباتايتس وانفلاميشن جامد قوي عنده بريدنج نيكروزس يبقى ده ويتش جريد اوف اكتيفيتي فيري مارك طب لقيت عنده بريدنج نيكروز اهو وعند في حته في فايبرس بريدج خلاص يبقى هو الاكتيفيتي فيري ماركت اكتيفيتي ولكن كفايبروزز ماركت بس طب لو مع البريدنج فايبروزز ابتدى يظهر لك ريجنريشن وديت واحد دخل في الروز يبقى مين فيري ماركت فايبروز طبعا الحكايه دي بقت هي روح التريتمنت بتاع كرونيك هيباتايتس انا اجي على عيان اخص اقول لك ذيس بيشن از فيري ماركت اكتيفيتي فيري ماركت فايبروزز يبقى ليف هيم ان بيس تو لايف ما تضيع انت عارفين عيانين دول بيصرفوا بالالاف والملايين علشان يتعالجوا فالاونلي هوب عند العيان دول از فقط مين ليفر ترانسبلانتيشن خلاص انما لما بقول لك عيان بتاعك ده از فيري مايلد اكتيفيتي وفيري مايلد فايبروز هو ده اللي انا حاول فيه اديهم دوت وانترفير ومش عارف ايه هيكلفه الكورس هيكلفه 15000 جنيه لكن ايش ورث انما مفيش ده يكون بيموت وعياله هيتكلموا وصرفوا 15000 جنيه حاجه لازم في الاطار فديس از ذا امبورتنس ان احنا نعرف تريدنج اند سيف اخر نقطه بقى اذرز دي يعني ايه حاجات على هامش الكرونيك هيباتايتس فور اكزامبل ممكن الاقي الليفر سيلز فيهم ستياتوز فيهم فات اكثر حاجه تعمل فات في الليفر سيلز هي لو سبب هيباتايتس سي يعني البي ما بيعملش انما السي بيعمل تاني حاجه يمكن نقولها في الاذرز اكيد اي واحد منكم يقدر يتوقعها لو قلت لك العيان ده عنده نيكروز الان واحنا قلنا في اول حصه ان الكاناليكيولاي دول كوست ليفر سيلز فالنيكروز ده ممكن يضغط على الكاناليكيولاي فيعمل اللي احنا قلناه في اول حصه اللي ايه كوليستيز كفايه قوي كده في الاذر وفي حاجات كتير قوي فيها الاثنين دول ده اي بالنسبه للمايكروسكوبيك بيكتشر بتاعه الكرونيك هيباتايتس يتبقى في الكرونيك هيباتايتس وافتح ودانك معايا خلاص عيان جاله كرونيك هيباتايتس احنا قلنا الايتيولوجي بتاعه ات مي بي فايرال او دراج او اوتو ايميون الى اخره اتفقنا على الجروس بيكتشر شويه هيباتوميجالي والمايكروسكوبيك بيكتشر نيفر فورجيت ان انت للمره المليون عشان ما تنساش انت عارف اتز نيكرو انفلاماتوري ديزيز يبقى لازم تتكلم على نيكروز اند انفلاميشن نيفر فورجيت انه كرونيك يبقى لازم تتكلم على فايبروز واخيرا اذر دي بتحصل مش يعني حاجات كده قد يفضل بعد هذه العناوين نقول ما هو مصير هذا المريض يعني العيان بتاع كرونيك هيباتايتس ده فيه بتاعه ايه مصيره ايه الكرونيك هيباتايتس الفيت اند كومبليكيشنز زي ما هتشوفوا كده مفيش بليس لكلمه ريكفر ما عندناش مجال لكلمه ان العيان ده يخف او يريكفر الا زي ما بقول لو عملنا له بقى ليفر ترانسبلانتيشن او واحده من الحاجات دي يا ترى ايه الكومبليكيشنز بتاعت المرض ده طبعا ممكن العيان يخش في ليفر فيلير فشل كبدي ممكن العيان ده يخش في حاجه اسمها سيروزس نتيجه اللخبطه في الفريم ورك يسموها بوست هيباتيتيك سيروزس
وللاسف الكرونيك هيباتايتس كورن هيباتايتس فيروس سي او بي از بري كانسر. ممكن يخش حاجه اسمها هيباتو سيلولار كانسر. فزي ما شايفين كل حاجه في الهيباتايتس مصايب، يا اما دخل في ليفر فيلير يا سيروزز يا كارسينوما. بعد ما هناخد الديفينيشن اوف سيروزز والجراف بيكتشر بتاعته هنكمل السيروزز او حتى الفضل هقولك بعد ما. اذا ده بالنسبه للكرونيك هيباتايتس. تعال ناخد الليفر سيروزز. وزي ما بقول يا اخوانا حصه النهارده حصه ساخنه جدا very hot. يعني المواضيع اللي فيها دي كلها موضوعات مهمه جدا. واحد الكرونيك هيباتايتس which is an international problem او في مصر هنا تبقى لوكال كمان very important problem. والثالث الروزز تليف الكبد which is another international problem. والليفر سيروزز يمكن نضيع كده دقيقتين في الديفينيشن وتعريف الكلمة ليفر سيروزز. مهمة قوي. اولا قبل ما تقول بسم الله في الليفر سيروزز لازم تقول ان هو it is a chronic process اللي ما بتحصلش بين يوم وليلة، بتاخد شهور وسنين. وبعدين diffuse process، مفيش حاجة اسمها سيروزز في الرايت لوب سايب الليفت لوب، لازم كل الليفر بايظ. وايه الريفرسبل بروسيس؟ وانت بدأت لا يمكن تتوقف. كاركترايز ايه ده اللي هقوله يعني، بس الاول الدلاجة انها it is a chronic مستمرة مزمنة diffuse. زي ما بقول لو سألتك الامتحان لقيت حتة في الكبد مليانة ريجنريشن ديزو فايبروز ده هو شكل السيروز وبقيت الليفر نورمال، this is not سيروز. السيروزز must be a diffuse process and irreversible. زي ما بقول لها رجع بكيه كاركترايز ايه بقى؟ واحد اثنين ثلاثة. كلكم عارفين انه الليفر تيشو بتاعنا عبارة عن framework architecture، والframework ده اللي هو بترسم الليفر لوبيول. في السنتر بيبقى فيه عندي veins وراديتنج منها cords of cells، بين الكورد دي في ساينوسويد، وفي عندنا بيليري سيستم زي ما رسمنا من شويه اللي بينتهي باي الضغط في الكورد اتراكتد. ده النورمال ليه. عشان يحصل سيروزز لازم يكون عندي مرض كرونيك ديفيوز ايرجيبل كاركترايز ايه؟ انه بيحصل بروجريسيف يعني تدريجي واستمرار ليفر سيل ديستركشن، ليفر سيل دامج، بشرط والشرط ده مهم جدا جدا الليفر ديستراكشن ياكل الفريم ورك ياكل الاركتكتشر. اي ديستراكشن من غير ما ياكل الاركتكتشر العيال يرجع نورمال. هديلكم كده اكزامبل زي الجماعه بتوع كرونيك هيباتايتس. وانس الهيباتايتس اتعشش في جسمك ما بيجيش بقى الهيباتايتس يقول انا هاخد الرايت لوب واسيب الليفت لوب، مش كده؟ لازم بيكسر كله. وانتوا شفتوا معايا دلوقتي في اول ما بيكسر ايه؟ بيس ميل من بره، يعني ياكل مين؟ الفريم ورك. زي الناس اللي بتشرب الكول، لما واحد يكون بيشرب الكول والالكول احد اسباب السيروزز، الالكول مش هيجي ياخد 30% الباقيين. اوكي؟ فدايما السبب لازم يكون مين؟ ديفيوز. اوكي؟ وبروجريسيف ليفر دامج بشرط الفريم ورك دي تتاكل. ساعتها بقى لما الفريم ورك دي تتاكل الليفر سيلز لما تيجي تتكاثر ما تلاقيش فريم ورك، فتتكاثر الفريم ورك خلاص اتفتت ليه؟ فبتبتدي الليفر سيلز دي تتكاثر بشكل عشوائي، ففي النهايه تروح عامله لك كلاكيع من الليفر سيلز. كنا بنسميها ايه زمان؟ ريجنريشن مودول. تلاقي ليفر سيلز كده ميكالكاع، كل الليفر بتاعك يتحول الى مودول اوف، بتتكاثر الليفر سيلز بشكل عشوائي. وان بتوين نبص نلاقي في عندك الفايبروزز، ما تبقى من الفريم ورك يعمل لك فايبروزز يعدي من بره ومن بتوين هذه المودول. اذا الريبير بروسيس هنا ما رجعتلكش الليفر زي ما كان، لانها عملته على هيئه ريجنريشن مودول بلس فايبروزز. ويفضل الفيري امبورتنت كويستشن، فيري امبورتنت، طب العيانين دول بيتنيلوا ليه وبيموتوا ليه مع ان عنده ليفر تيشو؟ لانه الريجنريشن مودولز دي لو سالتك سؤال هل هم اناتوميكال ولا نون اناتوميكال؟ نون اناتوميكال. انتوا عارفين ان الليفر داز نوت فانكشن انليس الاناتوميكال لاند ماركس ار ريستكت، يعني لازم الليفر مودول يكون في مركز سنترال فين. كنت في ريجنريشن مودول ده سنترال فين بقى فين؟ اكسنت او ابسنت. ممكن تلاقي سنترال فين هنا هنا، السينوزويد في اي حته، البايل باكت في اي حته، فده بيعمل خلل رهيب في الليفر فانكشن عشان ديستربد الاكتيف. والحاجه الثانيه اللي الناس بتنساها
انه الليفر فيلز هنا ار نوت نورمال، لان السبب اللي عمل سيروز ده زال موجود. يعني كان عندك كرونيك هيباتايتس، لسه عندك كرونيك هيباتايتس، فالفيروس بيبوظ في الليفر فيلز، والكنت راجل شريك خمره لا قدرت تشرب خمره فالخمره بتبوظ في الليفر فيلز. يعني كمان الريجنريشن دوز دي كمان مش النوع، مش الليفر فيلز دي حلوه دي متنيله 60. اي تعريف كلمه سيروز؟ طيب يا ترى لو جينا نقول الجروس بيكتشر بتاعه السيروز كباثولوجي والمايكروسكوبيك بيكتشر وبعد الريست دول التايبس اوف سيروز والكتيك اللي هيتواصل منها نقول دي ده الجروس بيكتشر اوف سيروز. مهم جدا ان انا اقول ان انا عندي النقط الاتيه. اولا يا ترى حجم الكبد هيجرالو ايه؟ طالما هناك فايبر تيشو والفايبر تيشو از ريتراكتايل يبقى الكبد غالبا هيظهر في الحجم. It is shrunk in size. Only one type of cirrhosis الكبد بيكبر. النوع ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه بيلياري سيروزس. وليه الكبد بيكبر؟ لان بيكون المخرج بتاع البايل مسدود. وهو ده اللي خلى البايل يتحوش في الكبد ويبوظ الدنيا ويعمل سيروز والكبد يبقى مليان بايل. فديس از ذا اونلي تايب اوف سيروزس ان ويتش ذا ليفر جيتس انلارجد ان سايز.